صباحكم سعيد واهلا وسهلا فيكم في فقره جديده من فقرات الرياضه. معي الكوتشز طبعا اسامه ومعتصم. اليوم راح يكون في عندنا تمارين كارديو عباره عن هرم، عملناهم قبل هيك بريزيستنس تريننج بس اليوم راح يكونوا بشكل كارديو. كارديو يعني تمرين القلب، تمرين للرئتين، بيرفع فيه الفتنس، كمان في حرق للدهون بشكل ممتاز. فالتمرين كامل تقريبا هو 9 دقائق، طبعا في راحات راح تكون بالنص. راح نبلش بتمرين بعدين 2 بعدين 3 بعدين 4 بعدين نرجع نعمل دروب ل 3 2 1. اوكي جاهزين نبدا؟ تعطونا ميوزك نعطيكم فكره عن التمرين. اول تمرين طبعا راح يكون هون، هو اللادر بنسميه احنا، رجلين واسعين بالمكان 1 2 3 4، بس هي هاي الحركه. هلا مع العد احنا راح نبلش، راح نضل ثابتين بالمكان 1 2 3 4. اوكي in in out out، بنحاول انه ننزل باتجاه الارض اسرع عشان نقدر انه نسرع الحركه. ready hold ثابتين 3 2 1 go 1 2 3. اي لود ممكن نشتغل عليه، اي سرعه ممكن نشتغل عليها. in in out out، صدر مرفوع، الحوض ثابت تقريبا عشان نشغل عضلات الرجلين كويس، بالاخص اللي هم مثلا in thighs outer، ونخلي البريشر موجود على الفخذين. كمان 2 1 stop. اول محطه دان، ثاني محطه راح نعمل نفس التمرين كمان مره وراح نضيف عليه كمان تمرين. التمرين اللي راح نضيفه راح يكون لونج جامب سبرنت باك، قد ما نقدر نعمل جامب لقدام نتوازن على رجلينا بعدين سبرنت باك. الحركه الاولى 3 2 1 go لادر، كمان مره راح نبني عليها. هلا كمان حركه نقدر نسرع نقدر نبطئ، نحاول نلاقي الريذم اللي احنا مناسب لنا. تكنيك دائما يكون في لود على رجلين تحت. كمان 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 هب، مباشره راح نروح للحركه الثانيه لونج جامب سبرنت جامب سبرنت هولد. لما نعمل هولد نمسك السكوات، رجلينا واسعين، ركب باتجاه الامشاط، جود، مرجحه بالايدين، نفس، راح يصير في لود عندنا هلا، جود نايس ستوب. المحطه الثانيه دن. هلا راح يصيروا 3 حركات، كل حركه 25 يعني 75 ثانيه. يا ريدي، الحركة الأولى، الحركة الثانية، الحركة الثانية، الثالثة راح تكون جاكس. ready ladder go speed speed، صدر مرفوع، كمان 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 أسرع. أي لود لود لتحت زي ما حكينا، نركز على السنتر go، صدر مرفوع، قول زي ما شايفين هون أمشاط الرجلين هي اللي بتلمس الأرض. good الحركة الثانية بيس لود جامب باك جامب باك. أي رذم بدنا إياه، ممكن نسرع ممكن نبطئ ممكن كل شوي، إذا حسينا حالنا تعبانين خفف اللود نعمل جامب نرجع مشي. اتس اوكي، بس حاولوا إنكم ما توقفوا بأي ليفل ممكن. جود جامب سبرنت جامب. الحركة الثالثة جاكس بالمكان سريع، كعبين هلا على الارض عشان نحس باللود على الكوادز على الجلوت، صدر مرفوع اسرع. جد as fast as you can، السرعه اللي بنقدر عليها. الايدين من الحوض تقريبا فوق الراس، كمان الحوض بيروح شوي لورا، صدر بضل مرفوع. ثواني ستوب. واو اخر مرحله، هلا 4 حركات 100 ثانية عندنا. جود الحركة الأخيرة بالمكان أو سبرنت تو ذا سايد 3 2 1 3 2 1 لادر جو 1 هوب. هذا التحدي إنه نكمل 100 ثانية هلا نون ستوب بأي مستوى بنقدر نشتغل عليه. كمان ركز بس بالتمرين، نحاول نحسن التكنيك أي ليفل ممكن، إذا بدي أبطئ ببطئ، تذكروا دائما بس ما توقفوا. يب سبيد 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 سبيد. الحركة الثانية جامب
back, jump, back, jump, load, ورد برجع, good, أسرع, jump, fast, reach, النيز لبرا, استخدم الإيدين عشان نوصل لمسافة أطول. حركة ثالثة, jacks, بالمكان, منصعب الجاكس, صير ننزل فيها أكثر لتحت, نروح فيها أوسع برجلين. Go. فتنس. حسينا حالنا تعبنا, ممكن نعمل option هذا, easy touch to the sides, أو نضل مكملين. آخر level, sprint, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3. صدر مرفوع, خميلان خفيف بالأبس, 1, 2, 3, 1, 2, 3. option, نضل ثابتين بمكاننا زي كوتش أسامة. نون ستوب, نون ستوب. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Good. Time. Wow. Fitness, right? Amazing. Amazing. صعب خلص. راح نعمل دروب سيت هلا كمان مرة. 75 ثانية راح نعمل سكيب للحركة الأولى. بلش من الحركة الثانية. Legs wide, jump, arms back, go. 1, 2, good. Jump. Be careful, شوي شوي. نحاول إنه ننط بمسافة آمنة. نتأكد بإنه رجلينا ما راح تزحلق يمين أو يسار. Squat, back. Squat, back. على طول. حركة ثالثة. Jacks. نفس, ضربات القلب كله بعلى, وهذا إشي طبيعي ما بيخوف أبدا, بالعكس متأكد إنه إحنا شغالين بشكل ممتاز. Very nice. آخر ريدم, run to the side, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. الإيدين بتحركوا بعكس الرجلين, نضل محافظين. 1, 2, 1, 2. تاتش خفيف على الأرض, ركبة الثالثة خليها أعلى شوي. Good. Time. هانت يا هانت. حركتين, نعمل سكيب للحركة الثانية. راح نبلش بالجاكس وننهي بالرن. يا آخر 2 sets, 3, 2, checks, go. 25 ثانية. Nice. حافظ على نفسنا, حافظ على الفتنس. Good. Technique, النيز لبرا والأمشاط لبرا. هاي طبعا من الأخطاء الشائعة اللي كتير الناس تغلط فيها, إنه تكون رجلين زي هيك, لازم out, go. 3, 2, 1. بالمكان أو حركة جانبية. ممكن أسرع قد ما بدي ريذم أو أضل هون. سبرنت سبرنت سبرنت. جود 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 كوتش. كبط. آخر ثواني. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. حركة واحدة بس. 25 ثانية. ننهي فيها تمريننا, right? شعور حلو حتى لو انه متعب, بس قدرنا نعمل, right? يلا اخر 25 ثانية. Run side to side او بنضل بالهولد. Let's go. 1, 2, 3. ما بدنا نفكر بشيء الا الـ efforts, انه نبذل فيها مجهود. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Good. Touch, touch, touch. أسرع. Good one. رائعين شباب معتصم أسامة, وأنتوا كمان رائعين. لازم تجربوا التمرين, لو مش اليوم مرة تانية ارجعوا احضروا الحلقة. شوفكم حلقات تانية ممكن تكون أصعب, ممكن تكون أخف.
على خير، شكرا لكم.